على خير يا شيخ، الله يجزاك الخير. اتفضل. لما نتصل فيك ونسأل عن أخونا عبد الله عبد الرحمن أو ندعي له، نراك تبتسم، في مجال نوجه له رسالة لأخونا عبد الرحمن؟ ممكن خذ رقمه الخاص ووجه له كل ما تريد من نصائح. لا، رسالة عادية، رسالة عادية يا شيخ. هادي اتفضل، هو يسمعك. أنا أخبرك يا عبد الرحمن أن الوالد يحبك ويبتسم ويسعد لما حد يجيب سيرتك، فتنازل يا أخونا عبد الرحمن قليلا عن متطلباتك وتزوج واسعد الوالد، أو إحنا من زوجك بالآخر وحدة طيب عشان نخلص. افرح الوالد. أشكرك، أشكر الله ثم أشكرك. أشكر الله ثم أشكرك. ونحن نادي عموم الشباب من استطاع منكم بات فليتزوج. وصفات الكمال لا تتوفر في رجل ولا في امرأة هذه الأيام، جل أندر من النادر. لا يرفض الزواج. شكرا.